السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، محتاج شنو؟ أنا اسمي عبد الصبور وعندي طلب ده مقدمه ليكم من قبل فترة. يا أخي أنت جيتنا كم مرة؟ جيتنا مبارح وأول مبارح يا أخي، قلت لك طلبك ده يا أخي أصبر يا أخي، خلي عندك صبر يا أخي. الطلب ده أنا كاتبه لي 10 سنين وضاع منكم هنا 10 مرات، دي المرة العاشرة أنا أكتبه. يا أخي إن شاء الله المرة المليون يا أخي. يا أخي أنا موظف جديد في المحل ده، المكتب ده أنا جيت فيه جديد. الموظف الفات يا أخي شاف حاجات ما سلمني أي حاجة، ما سلمني عهده، أنا ما عندي بها قضية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. أنا عبد الصبور وليك طلب هنا له 2 سنين ولسه قراراته ما اكتملت. أي لكن بس أنت تعبت من المشي والجاية وده الطلب 50 تكتبه لنا، لكن نعمل شنو؟ إجراءات يا عبد الصبور؟ أي لكن ما يا عبد الصبور، اللجنة الأولى اجتمعت وحلوها، عملنا اللجنة الثانية لكن لسه ما اجتمعت. وأبشرك يا عبد الصبور، عارف ليه ما اجتمعت؟ لأنه رئيس اللجنة مشى عمره، وبيني وبينك عمره وزوجة واحتمال كبير كده باي انت دايرنا نتجاوزك القوانين والاثنين عبد الصبور اصبر بس. عارفك دارت تقول شنو يا عبد الصبور، انت دايرنا نتجاوزك القوانين والاثنين. انا كنت اديكم فرصه، تاخذوا راحتكم وتشكلوا لجانكم، واللجان تنبثق منها لجان مصغره تكون جماعات عمل وتصيغ القوانين واللوائح وترفعها للسكرتاريه، هي بدورها تعيد صياغتها بوجهه قانونيه وينتظروا بها السيد المدير عشان ما ينقح هذه القوانين وعندها اللجنه الكبرى وينتظروا الوزير عشان تكون الدوره دوره روتينيه تاسيسيه مظبوطه. خلاص يا عبد الصبور يا اخي، يا اخي قومت نفسي والله العظيم قومت نفسي يا اخي. الدوره اللي بتقولها دي بتاخذ سنه كامله حتى تتم، انت دار تقول لي 5 دقائق كده يا اخوي؟ فهمتني يا سع، يعني اجيكم بيتين يا سلام يا اخي، زمن ما شفتك والله. انا راسي مش فاهم جدا ها، المره دي انا طولت شويه، طولت شديد والله يا عم. ما لك بتسمم في شغلاتك يا اخوي والله. عبد الصبور طلعت المعاش يا رجل، وكنت اسلم الاجراءات بتاعت والعهد للموظف الجديد. ايوه وعلى فكره الف مبروك. الله يبارك فيك، طلبك يصدق وحسي في السكرتارية يا الله يصير فيو وإجراءاتك 100%. أيوة كده. يس، عالم ما تجي إلا بالصبر.